ورجعنا لكم والاهلي خط احمر. اهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاهلي خط احمر. السكاي دايفنج رياضه جديده بدات تلاقي رواج واهتمام عند ناس كتير جدا، وشفنا في اكتر من تقرير داخل قناه النادي الاهلي للسكاي دايفنج. نروح ونسكاي. منظم مهرجان تحت عنوان القفز فوق حضارتي. Jump this morning gave us a chance to have a little look, get a feel for the place, and now we know kind of what we want to do. We've had a little look at the height and the landing area, so yeah, we're excited. Just want to keep the landing super safe. وهنعمل رجلينا دي كده اهو. Where we land, relax, position. Are going to have to tuck up and get him back. Not going to make a formation, but we're gonna make a flock with a lot of flags. Yeah! you
really amazing. I never jump at sunset here, but it looks amazing from up there. This is my first time here, so I feel like a tourist. The climate is perfect. The people are super friendly. I like that. Second jump was nice because it was the video for the tandem. It was nice jump on sunset over the pyramid. What I can say, amazing. مظله وزاره المدني، وزي ما حضرتك شايفه دلوقتي ان في فرق عالميه جت وفي قافزين عالميين جم بيحددي رساله للعالم ان مصر امنه، وباذن الله يكون يعني في توفيق من ربنا لاستكمال مسيره السياحه باذن الله. من خلال الاحداث الكبيره وموجود يعني خمس دول غير مصر، 16 متسابق او قافز يعني، فاكيد حدث ان احنا ربط رياضه القفز بالمظلات ان هي تكون موجود في الاهرامات تنقل الى الخارج. اذا هو الدعايه والترويج والرياضه. طبعا موقع من اجمل بقاع الدنيا وبيعكس عظمه مصر وتفردها بحضاره عظيمه. احنا النهارده في الوزاره بنستضيف الفعاليه اللي شارك فيها 16 متنافس، 12 اجنبي واربعه مصريين. السياحه والرياضه ما يتفصلوش، فاحنا بنشتغل مع بعض ولازم نستغل الاحداث دي. مصر فيها كل انواع الرياضه اللي ممكنه، سواء رياضات بحريه، رياضات مظلات، رياضات جبليه، رياضات صحراويه. فان شاء الله باذن الله يعني مشغلين مع وزاره الشباب والرياضه ومع الاتحادات كلها ان احنا نروج للسياحه المصريه من خلال المناظر الجميله اللي عندنا. حدث النهارده دي اول قفزه اللي هي بسفح الهرم، وفي قفزات هتبقى متتاليه على نهر النيل.